فنانة لا تشبه إلا ذاتها، دائما مختلفة وجديدة، يلقبها الجمهور بوجه القمر. وأشاد الرئيس السيسي بأدائها في الملحمة الوطنية الأخيرة. نجمة استثنائية ذات طابع فريد في كل عمل تقدمه، تبقى هي المعنى الحقيقي للشخصية، بإحساسها الصادق وتمثيلها الهادئ، ومن قلب الآخر ببساطة الحب. إنها وجه القمر دينا فؤاد. بعد إذن زمايلنا كل واحد ياخد مكانه. بعد اذنك يا فيديو، معلش استنى بس يا رب. شكرا لكل النجوم والفنانين اللي نورونا، وننزل مقاعدنا دلوقتي عشان نستكمل بقيه فعاليات الحفله. ارجو من جميع الحضور الهدوء والجلوس في اماكنهم لاستكمال باقي فقرات الحفله. Thank you.